جمله انت قلتها لي واحنا قاعدين، قلت لازم اسالك عليها. انت قلت الفلاح هنا في طنطا الملأ لو بيموت هيزرع العطر. ليه بقى هيزرع العطر؟ لانه بيحمله بزرعه تاني، زرعه التوم. بيحمله بيأجر الفدان وبيزرع توم وعطر، بيعمل الفدان كحصاله هو وابنه. طبعا العطر هنا ما نسيبش الفلاح، ما سيب العطر، ان بديل لزرعه القطن زمان. بديل لزراعه القطن زمان كان بيأجل الجواز للقطن، صحيح، بالفرح للقطن، المؤاخذه، العفش بتاع العرايس للقطن، اصبح النهارده بقى للعطر الجورانيوم. الموضوع ده شغال للعطر. انتوا بتسلموا الزيت بتاعكم ده لتجار ولا مصانع؟ لا، ولا ليه بالظبط؟ بنبيعه للشركات على طول، يعني شركات تصدير. ما ينفعش بقى نبيع 10 و20 زي ما بناخد من الفلاح. انا اقل حاجه ب 100 كيلو نلم من ده ومن ده ومن ده من الفلاحين، ونكمل ال 100 كيلو ناخدها عربيه وتروح تبيعها للمصدر على طول.